مرحبا، أنا أميرة، أعمل في منظمة الإغاثة الألمانية WHH. نحن نحارب ضد الجوع والفقر، هدفنا هو تحسين حياة الناس بشكل مستدام. تدعم منظمة WHH الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سوريا. نضع خطط أنشطتنا بحيث تلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للنازحين وكذلك المجتمعات المضيفة. نعتمد على آرائكم وتعليقاتكم القيمة في سبيل دعمكم ومجتمعكم بالشكل الأفضل، ولكننا نرحب بشكاويكم أيضاً كي نعلم إن كانت الأمور تسير على ما يرام أم لا، من أجل تحسين المساعدات التي نقوم بها. على سبيل المثال، إذا طلب منك شخص ما تقديم مال أو هدية أو أي خدمة مقابل مساعدة منظمة الإغاثة الألمانية WHH، أو إذا كنت تشعر بعدم الارتياح للمشاركة في أنشطتنا كاستبدال قسائمكم في المحلات التجارية على سبيل المثال، من فضلكم أخبرونا حتى نكون على علم. يمكنكم التواصل معنا من خلال استخدام رقم التليجرام الخاص بنا أو إرسال بريد إلكتروني. يمكنكم أيضاً وضع تعليقاتكم دون الكشف عن هويتكم في أحد صناديق الشكاوي الخاص بنا. عندما نتلقى رسالتكم ستذهب هذه المعلومات إلى مكتبنا في تركيا، فبموافقتكم سنشارك رسالتكم وبياناتكم الشخصية مع فريق المشروع المسؤول للتأكد من الإجابة على سؤالكم أو متابعته. نلتزم بالرد عليكم في غضون أسبوعين. نشجعكم على استخدام رقمنا على التليجرام أو صندوق الشكاوى وعنوان البريد الإلكتروني لإرسال شكاويكم وآرائكم. هذا لن يؤدي إلى أي عواقب سلبية بالنسبة لكم، ولكنه سيساعدنا في تحسين الطريقة التي نقدم بها المساعدة لكم. أخيراً، إذا كانت لديكم شكاوى هامة وحساسة مثل الفساد وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي، فنحن نشجعكم على إبلاغ ذلك إلى مقرنا الرئيسي في ألمانيا مباشرة، ومن أجل ذلك يمكنكم استخدام بوابة الشكاوى العالمية الخاصة بنا ورقم الشكاوى والبريد الإلكتروني. شكراً على مساعدتكم لنا.